استاذ ما هي عدد المخطوطات اللي داعش هربها خارج البلاد؟ والله هي عدد المخطوطات الموجودة فقط في مكتبة الأوقاف المركزية اللي موجودة بمنطقة النبيشيد تتجاوز 4336 مخطوطة تقريبا، من أروع المخطوطات بالعالم. فهذه المخطوطات أخذ داعش. قبل داعش أنا دخلت 3 دورات عليها، دخلت جماعة الأوقاف عليها دورة لصيانة وترميم، كانوا يشلون هذا العلم فأخذوا بصيانته وترميمه وصارت مكتبة جيدة. دخلوا داعش أخذوا 4336 مخطوطة هربوها احتمال خارج الدول أو الدول المجاورة أو دول أوروبا. يعني المهم أنا ما أعتقد شعلوها، لأن هاي تباع بفلوس وهم يعجبهم الفلوس دواعش. ما هو عمر، كم عمر هذه المخطوطات؟ والله المخطوطات اللي موجودة بأوقاف نينوى تتجاوز من القرن الثاني الهجري، وأكثرها يعني كانت تشمل مخطوطات بالعصر العثماني والأتابكي والسلجوقي. فهذه المخطوطات كان ورقة تعبان، احنا عملنا عليها صيانة وترميم ورجعناها جديدة، لكن طمع الدواعش بهذا العلم وتخريب الحضارة من أجل إضاعة حضارة نينوى. لأن هم كان في هذه المكتبة مخطوطات تعود إلى مخطوطات إخواننا الأكراد، ومنهم معروف أفندي البرزنشي اللي كتب عن مصر، ومخطوطات أخرى لابن العمري وغيره كانت على الأدب وكانت على التاريخ والطب والهندسة والرياضيات وإلى واللغة العربية واللغة الكردية، منها بالكردي منها بالفارسي منها بالتركي. هذه المخطوطات يعني نادرة بالعالم، فراحت هكذا. دور الحكومة العراقية، ما هي الخطوات اللي اتخذتها لإرجاع هذه المخطوطات؟ والله دور الحكومة دور يعني ما له أي دور، نقول يعني صفر. لأن أنا في أحد المرات كنت أصلي بجامع طالب العثمان، التقيت بالدكتور ابن الأستاذ أسامة النجيفي، ويمكن هو اللي يشوفني هسه يسمع حسي. طلبتوني قلت له دكتور الاهتمام بالتراث مع الموصل، قال شكو ليش؟ قلت له مخطوطات اخذوها الدواعش نريد نرجعها، قال شون؟ قلت له او نعطي تشجيع للناس يخبرون عنها، او نعطي مكافأة مالية، او نرجع نشتريها مرة اللخ، لان هذا كنز وتعب علماء. انت تعرف هذا العالم يسافر من مكان الى مكان يقضي اشهر لكسب معلومة واحدة ويسجلها بالمخطوطة، فهذه لازم نرجعها. قال لي ان شاء الله، وراحت ما استلمنا اي جواب. جامعة الموصل كمؤسسة تعليمية حكومية، نعم، هل كان لها مخاطبة مع وزارة التعليم والحكومة العراقية حول ارجاع هذه المخطوطات؟ لا، جامعة الموصل يعني احنا بكلية الفنون الدكتور حامد ابراهيم الراشدي كان عميد، بعث علي قال لي دكتور عبد الله بلكي تجي يمي، نريد نفتح قسم التراث علم المخطوطات ما عندنا بالعراق. فانا فرحت، فرحت لمصر جبت له المفردات، علما ما جيت مطلعينه من العماده، جابوا غيره. الرجل ما عنده إلمام بهذا الموضوع فنسل الموضوع. جامعه الموصل المفروض تفتح يعني مركز دراسه المخطوطات، مركز دراسه المخطوطات مفروض احنا نجيب من العالم ندخلهم دورة عندنا حتى يكسبون هاي المعرفة. يعني أنا بالنسبة لي أدرس أصول بحث وفن تاريخ إسلامي حاليا، هذا ما يخدم المخطوطات.